السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. أنا سكينة وهذه أول مرة غدا ندير فيديو تنهضر فيه. اللي ديجا أبوني عندي فلاشين عارف بلي تنحط دي فيديو توتوريال ديال الماكياج ديال الميك اب وداك الشي، هذه أول مرة غدا نهضر فيها. جيت اليوم باش نقدمكم براسي وعلاش لا نكتشفوا شي برودوي جديد مع بعضياتنا. المهم إذا كنتو اول مره تدخلوا ابونا ولا شان، خليوا لي لايك وركوا على الجرس باش يولي تبان لكم مني تنحط فيديو جديد، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم ويعجبكم الفيديو. إذا بغيتوا تعرفوا شي حاجه خليوا لي في التعليقات، خليوا لي في التعليقات اي حاجه بغيتوا، شي برودوي بغيتو تعرفوا كي تستعمل دي ماسك، خليوها ليا نهضروا عليها مع بعضياتنا. المهم نعرفكم براسي، انا سميتي سكينه، عديت 22 عام، زايده وساكنه في ايطاليا. بين قوسين الا غلطت شويه في الهضره ولا شفتوني كندخل ونخرج من غير الخلعه ديال الكاميرا، عرفوا راه كتغلب عليا الهضره الطليانيه. وغدا نحاول باش نوصل لكم داكشي اللي باغا نقول بلا ما نبقى ندخل ونخرج في الهضره بزاف. المهم عندي 22 عام، عايشه في ايطاليا وتزاديت هنايا، خدامه، كندير ايدوكاتريس، مربيه، معلمه ديال الوليدات اللي عندهم احتياجات خاصه يعني معاقين. ومن دابا واحد العام بديت يعني واحد الطريق جديده، بديت تنقرا على الرسم وعلى الفن. حد الحلم ديالي نولي مصممه ازياء ان شاء الله. وهذا مكان عايشه هنايا في ايطاليا مع الوالدين ديالي، مع اختي، مع خويا صغر مني، وهذا الشيء اللي كاين. مولوعة بالميك اب وباللبس وبالبيوتي وبالشعر واي حاجة يعني كتعلق بالجمال ديال الانثى، انا مولوعة بها. وهادشي علاش قررت باش نفتح هاد القناة ديال يوتيوب، باش نولي نبارطاجي معاكم داكشي اللي تيعجبني، تنتمنى يعجبكم حتى نتوما. المهم الا مشيت باش ندير شوبينغ ولا باش نشري شي حاجه نوريها لكم ان شاء الله، باش حتى نتوما تستافدوا منها علاش لا. وكنتمنى نكون فريمون خفيفه على قلبكم وتستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله. من بعد ما عرفتكم شويه براسي، اليوم جيت نقترح عليكم واحد البرودوي اللي مؤخرا تيبان ليا في الفيديو في انستغرام وفي يوتيوب بزاف، ولكن انا شخصيا عمري ما جربته. بالصدفه هاد السيمانه كنت خارجه وفي واحد لابوتيك لقيت هاد البرودوي هذا، وقلت علاش لا اللي ما نجربوش معاكم ونشوفوا لي ريزولتا ديالو، واش افيكاس ولا لا، واش تستاهل تجربوه حتى نتوما. وعلى بركة الله نجربه مع بعضياتنا. الغدو اللي جيت نقترح عليكم اليوم نجربه مع بعضياتنا هو هذا تاتو ديال الحجبان. هو هذا التي نديرو بحال هكا كما تتشوفو، هذا ديال لامارك ديال ديبورا، ما عرفتش هذا خديته هنا في ايطاليا، ما عرفتش واش هاد لامارك كاينه حتى خارج هنا خارج الطاليان. المهم هذا ايبرو جيل تاتو مكتوب عليه بحال هكا، وكما تتشوفوا معايا مازال مسدود، يعني عمري جربته عمري حليته ولا حيت كنت باغا نجربه معاكم. المهم غنحلو ونجربوا مع بعضياتنا. قبل ما نبدا نحط البرودوي فوق الحجبان ديالي، غدا ناخد دي ماكيور
وغدا نمسح باش لكانت باقا شي حاجة فوق. المهم انا ما دايره على فوندو تان لا حاجة فوق الحواجب ديالي. المهم نحيدو، ما تعرفتكم بقات شي حاجة بحال هكا. ما تشوفوا معايا نمسحو مزيان باش ما باش يشد لينا مزيان، ما تبقى حتى شي حاجه فوق الحواجب. ناخد القطن ونشف. المهم انا ما عارفاش واش هاد البرودوي كيمشي يرسم يصبغ الزغب ولا كيرسم حتى الجلد. غادي نجربوه مع بعضياتنا ونشوفو يعني واش نقدر نقترحو على حتى البنات اللي ما عندهمش الحواجب بزاف. نبداو على بركة الله. نحلو كيما شفتو، مسحت مزيان حيت كاع داكشي اللي كان فوق حواجبي باش يشد مزيان. كنت متأكدة بلي يشد. المهم ما نهش بزاف حيت هاد البانسو هذا كيبان ليا غليظ. المهم بدأ بحال هكا. حاولوا نتبعوا الشكل ديال الشكل اللي ترسموه ملي ترسموا الحواجب ديالنا. كاين هاد البانسو هذا شويه ماشي حسن ليه، بلاتي نجرب ندير واحد الحاجه. غادي ناخذ بانسو اللي بحال هكا، غادي نجربو مع بعضياتنا بهاد البانسو حيت البانسو ديالو تيبان ليا غليظ بزاف. المهم انا تنتبع الشكل علاش ملفن براسيهم حتى نتوما ديروا بحالي. غنحاول نخرج شويه من الفورمه ديالهم باش نشوف واش تيصبغ حتى الحواجب ولا واش تيصبغ حتى الجلد ولا تيصبغ غير الزغب. ناخذ عاوتاني كميه اخرى. انا كندير بشويه بشويه باش ما نقويش ما ندبسش داكشي. بحال هكا غادي نصبغ حتى فين ما كاينش الزغب. قيل خرجت بزاف. المهم ما سهلش. انا خديت اللون القهوي فاتح. نعطي نحط لكم كما تشوفي هذا انصح لون القيد. ما لقيتش الكحل، يعني خديت هاد اللون هذا 03 دارك، حسب لي هو اقرب لون ديال حواجبي.
حيت ما كانش عندهم الكحل. المهم انا تيبان ليا بحال الا قربنا نساليو ناخذ مازال غير باش نقادهم شويه. دابا وانا تنحط مازال في البرودوي كنحس بها بدا تينشف. كما تشوف تيجي بحال هكا. المهم تنصحكم تبدلوا البانسو حيت هذاك البانسو ديالو غليظ بزاف ورطب ما تقدروش توزعوا به البرودوي مزيان في فوق الحواجب ديالكم. بحال هكا رسمنا هذا الحاجب هذا. غادي ندوزو رسمو الحاجب الاخر. غادي نبدا بالشيت ديالو باش بحال هكا. الى هنايا تيبان لي خرج شويه على الفورمه ديال حواجبي ماشي مشكل. الا كان تيبقى غير 3 ايام ماشي مشكل. المهم ناخذ عاود ثاني بالبانسو هذا رقيق بلا اللي كترسموا به الحواجب ديالكم تنرسم فورمه ديال الحواجب ديالي اللي ترسم بحال كيما رسمت الحاجب الاخر. تقريبا تيتشابهوا الحواجب اللي حنا رسمناهم. دابا عدنا 7:30 يعني واحد نص ساعة ونرجع معاكم باش نقلعوا البرودوي من ينشف ونشوفوا الغزولتا الأخير. بقوا معايا. من بعد ما فاتت نص ساعة هاد التاتو نشف تيبان لي نشف مزيان. غادي نحاولوا مع بعضياتنا نحيدوه نشوفوا واش رسم لينا بصح التاتو لتحت ولا لا. كما تشوفوا هنايا مقلع بوحدو باش تعرفوه نشف مزيان جاي مقلع بوحدو. غادا نجر ما تينتفش يعني واخا نجرو نخاف واش لي يحيد لينا الحواجب ولا بامال. البنات كما تتشوفوا معايا رسم لي حتى الجلد
يعني ماشي شي لون لي فونسي، مي ما بيش ما بيش. من بعد تقدروا تقادوه شوية بالقلم، و انا بعد عجبني الريزولتا ديالو. هنايا كما تتشوفوا ما كانش عندي الزغب، رسمته با مال. نحيدو حتى الحاجب الاخر، تتشوفوا بنفس الطريقة. تشوفوا حتى هنا ما كانش عندي الزغب ورسمته. ما بيش غدا نمسح بالقطن. باش نحيد داكشي اللي بقى عندي لاصق. فوالا، كما تتشوفوا معايا هذه هي النتيجة من بعد ما حيدنا اللصقة ديال الطاتو اللي رسمنا. يعني تيصبغ الزغب وتيصبغ شوية حتى الجلد، ماشي شي لون فونسي، مي تيصبغ الجلد وكيصبغ حتى الزغب. كما شفتوا معايا هذه هي النتيجه الاخيره ديال هاد الايبروس جيل تاتو. انا عجبني الصراحه، ماشي فونسي بزاف، ولكن انا كيعجبوني الحواج بحال هكا ما يكونوش فونسي بزاف. لما كنتش دايره شي ميك اب اللي يكون ثقيل ويكون عامر. المهم الا نتوما كان كيعجبكم الحواجب يكونوا فونسي بزاف، تقدروا تشوفوا دي براند اخرين لا كانوا دايرين الكحل، حيت انا عند ديبورا لقيت غير هذا اللون هذا وكانوا دايرين ليه السولد وخديته باش نجربه، حيت ما كنتش عارفه واش المفعول ديالو غادي يخرج مزيان ولا لا. كما شفتوا قلت لكم كيلون حتى الجلد ماشي غير الزغب. هذا ما كان، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. خليوا لي عندكم شي سؤالات في التعليقات، لا بغيتوا تعرفوا الثمن، لا بغيتوا تعرفوا شي حاجه، خليوا لي كل شيء مكتوب هنا لتحت. ديروا لي جميل عجبكم الفيديو، بارطاجي وابوني، ونتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وغدا نخلي لكم كل شيء مكتوب هنايا لاباج انستغرام ديالي، نخلي لكم تعليق تحت الفيديو على البرودوي، ونتلاقاو في فيديو اخر. وبسلامة وكنموت عليكم.